يا جرينجو؟ الأمريكي معي، ابقوا أحياء. أميلانو! ¡Tengo, gringo! ¡Ebtaid, ayuha el guapo! ¡Haya! ¡No! ¡Ala salalem! ¡Corrimos! سامويل احتمي. سامويل، خلال دقيقة إما أن نتحرر أو نموت، مستعد؟ معتبا كشفوا أمرنا. ¿Irnos? ¡Saltamos de aquí! ¡Samuel, ابقى في الخلف! خذ اشرب يا سامويل. لا لا شكرا، انا في افضل حال. ستصاب بالجفاف، اشرب. شكرا لك. اذن ماذا بعد ذلك يا سامويل؟ ماذا بعد ذلك؟ ساستحم وسانام على فراش.
وربما سأجد من تسليني. وأبحث عن أخي. تبدو هذه بداية جيدة. أجل، صحيح. إذن كم ستستغرق للعثور على كنز إيفري؟ لا أعرف، سأواصل بحثي عندما أعود. كم؟ يصعب التحديد قبل البدء. تعرف مكانه؟ أجل، أعرف، لكن اسمع، إيفري لم يترك علامة للمكان، مفهوم، لكن لدي بعض الأدلة القوية. توقف هنا. حسناً، مهلاً، انتظر دقيقة. اهدأ. هاي. تعجبني يا سامويل، والأهم من هذا، صدقتك، ولهذا أنت هنا. أستطيع الحصول عليه، لكن أحتاج بعض الوقت. سكين. أتعرف، المشكلة هي أن هناك شكوكاً كثيرة في عقلي. هكتور، اسمعني، سأعثر عليه. أقسم. كم؟ 6 أشهر. الناس كسالى، يطلبون وقتاً أكثر مما يحتاجون. 3 أشهر. 3 أشهر ثلاثة، نصف الكنز. هل ستنفذ؟ قلها. 3 أشهر، نصف الكنز. واسمع، إن هربت أو حاولت إخفاءه أو حاولت القيام بتصرف غبي كاللجوء للسلطات، فسأعرف وستجدني أمامك، وساعتها لن يكون الموت رحمة لك. أمسك. هيا اسمع، أقرب مدينة تبعد 10 كيلومترات نحو الشرق. لم نرى الشروق ونحن طريقان منذ فترة. هيا. عندما أجده ماذا سيحدث؟ لا تقلق، عندها ستجدني. حظا سعيدا. إذن أطلق الكازار سراحي و وصلت إلى هنا. هذا سيء. كلا، سنلتقط الأثر من حيث توقفنا و مهلا. الأثر؟ سام، لا يوجد أي أثر. بعدما هربت أنا وريف، اشترى بثروة والديه كل الأرض حول كاتدرائية القديس ديزما. مشطنا المكان لأسابيع، كنز إيفري ليس هناك. لكن ريف لم يتوقف. ظل الأحمق يبحث لسنوات، ورغم ذلك لم يعثر على أي شيء. لا يفاجئني هذا. ماذا تعني؟ حسناً، لقد أجريت بعض الأبحاث بنفسي، و أراهنك بأن ريف ليس معه هذه. مذهل ما تعثر عليه على الإنترنت هذه الأيام. إنه صليب للقديس ديزما. ما عثرنا عليه كان مكسوراً ومفرغاً، أتذكر؟ اللعنة، لا يزال سليماً. صنع إيفري أكثر من صليب. لذا فمهما كان مفقوداً من صليب بنما، في الغالب لا يزال في داخل هذا. حسناً، أين هذا؟ هذا الصليب الرائع سيعرض في المزاد بعد 3 أيام في روسي ستيت. روسي ستيت؟ تعرفها؟ نعم. إذن كيف ستحصل يا سام على دعوة إلى مزاد حصري للسلع المباعة في السوق السوداء؟ حسناً، لا تحتاج لدعوة في حد ذاتها. لديك مال للمزايدة على كبار المزايدين؟ يمكنني الحصول على رهن عقاري ثان لمنزلي، لكنه لن يكفي. نعم، ستحاول سرقته إذن. لا،
سنفعل. لا 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 يا رجل اسمعني، لا أستطيع، لم أعد أفعل ذلك. ماذا؟ لا أنا لم أعد أفعل مثل هذه الأشياء، كما أن هناك الكثيرين مجهزون بعتاد قوي للتعامل مع هذا. مثل من؟ لا أعرف، مثل أي أحد، تشارلي كاتر. لا إنه لا الرجل لا المناسب لا لمثل بالتأكيد هذا بالتأكيد. لا لن أأتمن تشارلي أو أي أحد آخر مسجل في هاتفك على حياتي. حسناً، أحتاج لك أنت. تباً، لابد من وسيلة أخرى. ليس في المدة المتبقية لي، وبالتأكيد ليس مع الكزار. أهلا عزيزتي، هذا أنا. أهلا، اسمعي، لن تصدقي هذا، لقد جاء جيمسون وجلب معه التصاريح. نعم أعرف أعرف، لكن يبدو أنني سأوافق على المهمة في ماليزيا. هل رأيت أي شيء؟ مجموعة من حثلة المجرمين متأنقين للحفلة ولا أثر لسوليفان بعد. لا يزال هناك وقت. يبدو أن المخزن يوجد في المبنى خلف القصر، هل تراه من عندك؟ أرى قمته فحسب. ماذا يخفون هناك يا ترى؟ فلنركز على صليب إيفري فحسب، اتفقنا؟ أواثق من أنك لا تريد شيئاً لزوجتك؟ هذا لطيف، أبقي الأمر بسيطاً. نعم بسيط، كان ليصبح أبسط لو كنا نحن فقط. سام، لكنا في الداخل بالفعل مع بضعة جراح. هل فكرت حتى في خطة احتياطية في حال تراجع سوليفان؟ لا، لأنه لن يتراجع. أو القبض عليه. سام، إنه يعرف من يديرون المزاد، سيتوغل للحفل ويصعد إلى الطابق العلوي ويفتح لنا النافذة، خطة محكمة. أها حسناً، هيا قلها. ماذا لو أخذ الصليب؟ إنها قمة الاستحالة. فيكتور سوليفان هو من نتحدث عنه. نعم، كان يخدع الناس في الماضي، إلا نحن. لا، إلا أنت. أعرف أنكما لا تتفقان كثيراً، بل أكثر من ذلك، لكنني أثق به. حسناً، كعائلتي. لا لا لا، اسمع، أريدك أن تثق به أيضا. حسنا حسنا، سيأتي من أجلنا. في النهاية، لكن عليك أن تضع في اعتبارك ولو لثانية احتمالية. هناك. رأيت؟ ثقة. حافظ على نظافة ملابسك. شكرا. لا أصدق أنني خرجت وأنني هنا معك في إيطاليا. ها؟ ولا أنا، ولكن أتمنى لو كانت الأمور أكثر هدوءاً. حسناً، وكنا سنستمتع بالطبيعة. أو هذه ليست أول مرة لك هنا؟ لا، بل الثالثة. قضيت أعمال غريبة مع سوليفان. نعم. حسناً، لا طريق لذلك الجسر في الأعلى.